يا تسألوا عن أشياء إن إن تبدأ تبدأ لكم لكم تسؤكم تسؤكم. وإن تسأل عنها أنا شفت الآية هذه؟ معليش ما في، شفت الآية هذه؟ طبقها في شؤون حياتك الدينية وحياتك الاجتماعية كلها، سلام خذ على الأمور. الجلسة اللي مليانة فوائد منوعة يا خذ، أخي. شفت هذه؟ لا تسأل عن شيء مستتر. ما لكم يا أخي، في مثال، في قصة يقول لك جارية طلعت من بيت توصل للبيت الثاني معاها زي الصحفة ومغطاة بصحفة. فسأل واحد قال وش اللي تحت الغطاء وهي تمشي في الشارع؟ قالت لو نبي نقول ما غطينا. لا تسأل عن شيء، احنا لو بنعلمك خلينا مكشوف. اختصار. احنا غطينا عشان انت ما تسأل يا ملقوف. فلا تسأل عن شيء. فصلت عليك. هي فصلت، جتني رسالة مسج منها واتساب تقول انا كنت فاصلة. والله واضح واضح انه فصلت عليه، من كلام ابو عبد الله واضح انه فصلت عليه. الشخص لما يروون حتى عن عمران مولى عثمان عفان رضي الله عنه، رضي الله عنه، انه كان يعني كذا مرة عثمان عفان مرض شديد، فنادى دعا عمران وقال اكتب بالعهد بالخلافة من بعد، فكتب كل شيء وقال اترك مكان الاسم فاضي، انا بحط مكان الاسم، فاخذ مكان الاسم وكتب عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف يعهد بالخلافة من بعده، وطوى هذا وقال اذهب به الى الظاهر ام حبيب بنت بسمه زي كذا. فخرج عمران في الطريق فتح الكتاب فرأى توصية عبد الرحمن بن عوف، فراح اخبر عبد الرحمن بن عوف، فغضب عبد الرحمن جدا من الموقف، انه يعني لماذا يعني ليش تجي تقول لي؟ ايوه اول شيء ما تخبرني، ثاني شيء ليش عثمان يعني بدون رأي وبدون مشورتي يضع اسمي كذا في يعهد لي بخلافة المسلمين، يدري انه خليفة واجب علي طاعته فيعهد لي بدون، فسببت مشكلة بين عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن، وسببت يعني بعد التذبذب في الخلافة حتى مسألة لما توفى عثمان رضي الله عنه. هذه قصة عجيبة، هذه جميلة، بسبب انه فتح كتاب فقط ويطلع على الاسم. من جد والله لا تكون ملقوف. صح، اللقافه احيانا تنكب، لا احيانا دائما احيانا اللقافه تكون ضد يعني صاحبها، تسلك معاك فاهم، احيانا تسلك معاك، واحيانا تكون ضد صاحبها في مواضيع معينه هم يعرفوها. صح صحيح، اللقافه اللقافه شيء يا شباب، ايش في شايف الموضوع؟ احنا كنا في جلسه روحانيه لا بس خلاص انتهت الروحانيه، قلبت شخصيه دحين. لا شوف انا اليوم شخصيه مع بعض، بالعكس من بداية البث، من بداية البث اللي هنا، لا لا بالعكس، لا أنا شوف فيصل حبيبي، مو بداية البث كان السبب، هو مو مشخصها بس أنا مشخصها معه حب كبير لفيصل والله وعائلته الكريمة. خلاص 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 يا ابن الحلال، احجز له تذكرة، ها انتم ما حجزتوا قاعة كاملة، احجزوا له تذكرة يروح هو. صح، قاعة ايش؟ هذا القصة ترى، قاعة ايش؟ هو حجزوا قاعة، فانت احجز لهم تذكرة بس، ما عندك مشكلة. لا اله الا الله. اليوم الفصل ما ادري دعا دعوة قاله، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. الله يكتب اجوركم، الله يكتب اجوركم يا شباب. فطور يا شباب عند ابو محمد، الله ابو محمد هذا من اول البرنامج هو يعزمنا، ما قد شفنا منه لا فطور ولا بتشوف. اوه يابا يابا.